وحول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة أميرة آل نوح رئيس مجموعة الأمراض غير السارية واستشارية الصحة العامة في اتصال هاتفي في نشرة سابقة عن أهمية مركز الاتصال 444 من خلال ما يقدمه من دعم ومعلومات بخصوص الجائحة لجميع المواطنين والمقيمين. طبعا المركز يقدم دعم كبير وعام إلى جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين من خلال الاتصال بخط سهل سريع الوصول. طبعا يقدم الاستفسار الإجابة عن استفسارات ودعم متواصل على مدى 24 ساعة والاطلاع على المستجدات والآليات وفق خطة العلاج. طبعا الخط ممكن أنه يوفر الإجابات عن بعض استفسارات المتعلقة باللقاح الكوفيد وأيضا استفسار في حال مواجهة أي من المتصلين سواء كانوا مصابين أو مخالطين لحالات قائمة عن التطبيق اللي هو مجتمع واعي أو بي أوير إذا كان في مشكلة تقنية أو استفسار أو تحديث للمعلومات. أيضا يقدم الدعم إلى جميع مخالطين الحالات القائمة خاصة في حال تأخر الاتصال بالمخالط خلال يوم أو يومين. أيضا طبعا يساهم في توفير الدعم إلى المخالطين لأخذ تصريح لخروج في حالات الطارئة أو إذا أصيبوا بأعراض وتم إعطائهم موعد يتم عن طريق اللي هو مركز الاتصال إعطائهم موعد لإعادة الفحص أو لإجراء الفحص في القاعات المخصصة في مراكز الفحص الوطني. طبعا يقدم أيضا الدعم إلى المصابين أو الحالات القائمة في حالة زيادة أعراضهم ليتم خدمتهم وتوجيههم إلى أماكن العلاج. نعم. أيضا طبعا أي استفسار يعني أو مشكلة أو حاجة إلى دعم يتم توفيرها من خلال الاتصال ب 444.